الحمد لله الحمد لله الكريم الوهاب منشئ السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب. الحمد لله الذي أذل رقاب الفراعنة وقصر ظهور الأكاسرة وأباد ممالك الأباطرة وأزال سلطان المتألهين والطغاة ونصر جنده على القلة والذلة. الحمد لله الذي صنع من ضعفنا قوة وأوجد من شتاتنا وحدة ورفع بنا راية التكليف وحملنا أمانة الوجود وهي التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الحمد لله الذي لا رب لنا سواه كفانا فخرا أن يكون لنا ربا وكفانا عزا أن نكون له عبيدا. سبحانك خالقي سيدي مولاي وموئلي سندي وظهيري كهفي وملجئي قوتي وغنائي. سبحانك ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك ومن كنت معه فمن عليه ومن كنت عليه فمن معه. يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح أخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فما عليه بعد جناح. استر اللهم عوراتنا وآمن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا ارفع بنا الرايح في زمن تهاويها وحقق بأسلائنا الغاية في زمن تناسيها وثبتنا جنودا في خنافق الدعوة والجهاد وقت ما جالنا بما نرجوه من أمل الشهادة في سبيلك. عجل بها عند أسوار الأقصى تمزق بها الأشلاء وتراق بها الدماء نلقاك بعدها وأنت تضحك إلينا أي ربي وخالقي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله سيبقى يتردد في الكون صداها ولن ينقطع على مر الزمان رغم الكيد نداها. لا إله إلا الله شعاري ودفاعي هويتي وبطاقتي أخلو بها وحدي أعرف بها دربي أثني بها عمري أدخل بها قبري ألقى بها ربي يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله لحن الإباء ونشيد الفداء أعلى من كل شيء أغلى من كل شيء أقوى من كل شيء أبقى من كل شيء ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. أنت الإله
انت الاله، انت الاله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. واشهد ان القائد القدوه محمدا رسول الله ارسله الله بالبيان، فاظهر دينه القويم على سائر الاديان، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وعبد الله حتى اتاه اليقين من ربه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، قضى حياته بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، لم تسمع له آهات، لم تفطر عنه أنات، لم يعرف عنه كللا ولا مللا ولا يأسا ولا قنوطا، رغم الجراح الداميات، رغم الصد والرد، رغم المواجهة والمجابهة، بل صار يمضي ونوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي جنوب، أحسابنا ألواننا أموالنا أعدادنا أشكالنا لا شيء، التقوى ها هنا، هذا رشيد محمد، فلتشهد الدنيا لنا يا هذه الدنيا أصيحي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم ثبت قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، أيها الأحرار، لقد سعى الكفر العالمي بكل فصائله وبكل شرائحه وعلى كل أصعدة التحرك ومجالات الزحف ومحاور الغزو، سعى أن يخرب في الأمة أمران، وأن تنسى هذه الأمة أمرين، وأن تخطئ في أمرين، وأن تجهل أمران. أيها الأحباء، إن الكفر أراد من الأمة من خلال صنوف زحفه وصور كيده وتنوع مخططاته، أراد أن يخرب في الأمة أولا المعتقد، وثانيا الفكر الذي يرتكز على المعتقد. أرادوا أن يوصلوا الأمة إلى حاملة لعقيدة شوهاء، مضطربة، مشوشة، لا وضوح فيها. إن الأنبياء جميعا والرسل وجميع المصلحين من بعدهم والمجددين كانوا أول ما يركز عليه في خطاب الناس هو تصحيح الاعتقاد لديهم، وكنس هذه القلوب من قاذورات الوثنية والشرك والتعلق بغير الله والاعتماد على غير الله
وظن ان هناك غير الله يمكن ان يعطي او يمنع او يصل او يقطع او يخفض او يرفع او يفرق او يجمع او يحيي ويميت او يغني ويحقر او يعز ويذل. كان التركيز على ان يكنس القلب من هذه القاذورات ومن بقايا التراكمات الجاهلية الوثنية التي ان تعلقت او علقت القلب بغير الله سبحانه وتعالى على محوري النفع والضر، فان هؤلاء الافراد او هذه الامة ستخسر مرتان، ستخسر مرتين. المرة الاولى حينما تخسر مدد الله ونصرة الله وتأييد الله لانها لجأت الى غير الله، وان الله يغار، ومن غيرته انه لا يقبل على القلب المشترك ولا يستجيب نداء للسان وقلب صاحبه عند غيره سبحانه وتعالى. والخسارة الثانية ايها الاخوة، تخسر هذه الامة رصيد الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها واقام الناس عليها. رصيد الفطرة ان سلم من التلوث وسلم من الكدورة وسلم من العفونة، فان الفطرة يمكن ان تؤجل في اجل الامم ويمكن ان تحميها من جلاديها واعدائها. فاذا ما امتلأ القلب بمفاهيم واعتقادات وتعلقات بغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان غير الله بشرا ام حجرا ام شجرا ام كوكبا ام حاكما ام مسؤولا ام غنيا ام قوة كبرى ام هيئة امم ام مجلس امن ام اولياء ام صالحين ام قبور او ما الى ذلك، اذا كان تعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى يكل الله هذه الامة الى ما تعلق قلبها بها. وبالتالي قلت الخسارة الاولى تخسر نصرة الله. اننا اردنا ان نحفظ وجودنا واردنا ان نجبه عدونا، ولكن وللأسف بدلا من ان نلجأ الى الله ونعتمد عليه ونثق به ونطلب منه ونلتجئ اليه ونأوي الى ركنه المتين المكين الشديد وندخل في كهفه كهف الحفاظة والنصرة، بدلا من كل ذلك تعلقنا بمبادئ تافهة وبشعارات ارضية وبمصطلحات فارغة المضمون ترابية منبتة عن السماء. بدلا من كل هذا التجأنا الى ظالمينا وطلبنا نصرنا من جسارينا وجلادينا في هيئات الامم ومجلس الامن والكيانات الكفرية الكبرى طمعا بها او خوفا منها. بدلا من الالتجاء الى الله بدانا نلتجئ الى الاموات، بدانا نلتجئ الى القبور. ان من مات وقبر ايها السادة انتهى دوره التكليفي وان الاوان ان يرتاح، فلقد قضى عمره مجاهدا نفسه ناصرا لدينه مزكيا لقلبه حتى شع منه نور الهدى وفاح منه اريج التقى، حتى اذا انتهت سني التكليف قال وعجلت اليك ربي لترضى. ان الموت ايها الاحباب يوقف تكليف العبد كليا بما فيهم الانبياء والصالحون والرسل، فاذا هم ادوا دورهم وقاموا به على تم وجه. اسأل الله ان يجزيهم عن الامة خير الجزاء وان يجعل مأواهم الجنة وان يحشرنا معهم. امين امين.
فاذا اتركوهم فهم قد انتهى دورهم والجأوا الى الذي نفروه فنفرهم واطاعوه فاظهرهم حتى تكونوا امتدادا لهم. ارتبطوا بالله، اطلبوا من الله، لا تخطئوا ايها الاحباء في سلوك الطريق الموصل الى النصر والى العزة والكرامة. اعداؤنا يريدون منا او يريدون بنا اولا ان يخرب المعتقد ويفسد. فاتقوا قلوبكم، كم من مخلوق ضعيف قزم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن ان يملك لغيره، ترتجف منه القلوب وتصطك بسببه الركب والاسنان وتهتز الفرائس. فتشوا قلوبكم، كم هي مملوءة بدخن الخوف من غير الله والذل والانحناء لغير الله. فتشوا قلوبكم لكي تعرفوا كم هي تعلقت بغير الله من اصحاب القبور والاموات، من الزعماء والقادة، من الكبار. فتشوا قلوبكم لكي تروا فيها قاذورات الوثنية قد حطت رحالها ولم تتحركوا لكنسها على نهج الانبياء. فتشوا قلوبكم، ان القلوب هذه تخاف من غير الله اكثر من الله، وتطلب من غير الله اكثر من الله، وتثق بغير الله اكثر من الله. فتشوا قلوبكم، كم مرة اهتز القلب خوفا من خالقه، اهتز هذا القلب ثقة بربه فصار صاحبه جبلا اشما لا تحركه الاعاصير ولا تؤثر عليه السيول الهازلة. فتشوا قلوبكم، وكم اضطرب القلب من قزم ضعيف، ووجل الفؤاد من مخلوق ثالم مآله الى حفرة القبر مهما طال. فتشوا قلوبكم ايها الاخوة لكي تنظروا كم مرة طلبنا من الاموات وطلبنا من اهل القبور وغذينا هذا ودعمناه حتى صار دينا مقدسا لا يتجرأ على ان يمس قداسته احد. فتشوا قلوبكم لكي تكتشفوا المعادلة الخطيرة جدا في نسبة الخوف من الله والخوف من غيره، نسبة الثقة بالله والثقة بغيره، نسبة الطلب من الله والطلب من غيره، نسبة الالتجاء الى الله والالتجاء الى غيره. ستجدون ان الله لا يكاد يخطر على بال ولا يخطر في ذاكرتنا، وقلما يذكر في اوقات الشدائد والمحن والمصاعب. اذا اعداؤنا يريدون فساد المعتقد لكي نصدق امريكا اذا قالت انا ربكم الاعلى، فنقول نعم بيدك القدرة وانت على ما تشائين قديرة. لكي نصدق اليهود حينما يوحون الى عقولنا بانهم هم الدولة الخفية التي تدير هذا الكون وتدير من فيه كأنهم حجر على رقع شطرنج، فنصدق ونقول اليهود يفعلون، يحركون، يخططون، يلتقطون حتى انفاسنا، يسمع الكلمة حتى في السكوت ويبصر حتى لا اشياء، حتى لا نتحرك لمقاومة ولا نستعد لمجابهة. اوصلونا الى فساد المعتقد، فصرنا نرى النفع والضر عندهم، صرنا نرى ان الذي يحرك الوجود غير الله سبحانه وتعالى، وهذا اخطر ما في المسألة ايها السادة. اذا ارادوا ان يخربوا المعتقد ثم يخربوا الفكر، وفكر يرتكس على هكذا عقيدة سيكون هزيلا متأرجحا مضطربا لا قرار له لا استقرار له، يصبح صاحبه مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يصبح صاحبه منبتا والمنبت كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، والمنبت هو المتردد ينطلق خطوات ثم يرجع ثم يمضي ثم يرجع ثم يتحرك ثم يقف
وان افراد الامه كلهم اصابوا بهذا الداء الوبيل. ان اصحاب هذا الفكر المرتكز على هكذا معتقد ايها الاحباب يغلب مصلحة الذات وسلامة النفس والمحيط الضيق على حساب امة مترامية، فلتفنى جميعا ولتذبح جميعا ولتهدم دورها ولتقصف مساجدها، المهم نفسي نفسي فانا في امن وسلام. اصحاب هذا الفكر ايها الاحباء تراه كأنه شعلة نار، بمجرد ما ان تلوح له بوارق المحنة او ان تهب عليه سوابع الابتلاء تراه انطفأ حتى صار رمادا لا جمر تحته ولا حرارة فيه، وعنده من المبررات ما يستطيع ان يناقش فيها المليار مسلم. ان اصحاب هذا الفكر ايها الاخوة للاسف اصحاب توجهات متعددة واتجاهات مختلفة. ان اصحاب هذا الفكر تراهم يعيش في انفصامية وازدواجية وثنائية، فتراهم في كل ساعة على فكر وقناعة واتجاه وقرار. السر في كل هذا فسد المعتقد ففسد الفكر، وما عاد يضبط سير صاحبه ولا يثبت القدم. واراد بنا اعداؤنا ايها السادة ان ننسى اولا تاريخنا وثانيا حاضرنا، ونسيان التاريخ يمكن ان يكون له تبرير لانه غائب عن حسنا عن مدركاتنا عن سمعنا وبصرنا. فاذا انسونا تاريخ بطولاتنا وتاريخ امجادنا وتاريخ عزتنا، اذا استطاعوا ان ينجحوا في ان يمسحوا ذاكرة الاجيال عبر مناهج التعليم او قنوات الاعلام او الصحف والجرائد او الاقلام والكتابات، اذا استطاعوا ان يمسحوا من تاريخ اجيالنا بطولاتنا الماضية بطولات شعب وزرعوا فيها بطولاتنا بليون، اذا مسحوا من تاريخ الاجيال ما صنع خالد وعلموهم ما فعل كليبر، اذا مسحوا من ذهن اجيالنا وذاكرتهم ما فعله الفاروق حينما طوى قوى الشرق والغرب من الروم والفرس تحت جناحي النصر الاسلامي المحلق، وزرعوا في اذهان الاجيال ما المسألة الشرقية وكيف قسمت الخلافة العثمانية وجزئت الدول العربية، ونحن صامتون ساكتون. اذا استطاعوا ان ينسون تاريخنا وهذا جزء من المخطط فقبيح ان ننسى الحاضر. فاذا كان العذر في نسيان الماضي هو اننا ما شهدناه ولا ادركناه ولا ابصرناه، فما هو المبرر في نسيان الحاضر بكل جراحه بكل سلاسله وبراكينه بكل آلامه بكل صرخات المعذبين وآهات المستضعفين وبكل أنين العفاف ينتهك هنا وهناك؟ كيف ينسى حاضرنا بكل القيود حول الأقصى وبكل الحراب تبقر بطر الأرض الحرة وهي محتلة؟ كيف يمكن ان ننسى حاضرنا بكل الدمار الذي خيم على عشرات من كيانات الامة المسلمة وعلى رأسها فلسطين؟ كيف يمكن ان ننسى حاضرنا ونحن نسمع صباح مساء هدير الطائرات وطرخ الدبابات وانفجار القنابل الذكية في كل مكان تنزل على رؤوس ابناء التوحيد؟ كيف يمكن ان ننسى حاضرنا بكل التبجع الكفري والتفرن الامريكي وبكل الجبروت اليهودي والتآمر العالمي على كل من رفع النداء لا اله الا الله؟ كيف يمكن ان ننسى حاضرنا وكل المقابر الجماعية تصرخ حتى في الموتى فصار عندهم احساس، وكل المآسي والمجازر التي تقع على الأطفال وعلى النساء وعلى الشيوخ استطاعت ان تهز الصخر الجلمود وتوجد فيه احساسا وضميرا وشعورا
كيف يمكن أن ننسى حاضرنا بكل أجيالنا المغربة، بكل فتياتنا التائهات، بكل أسرنا المفككة المنحلة من عرى الإسلام؟ وهذه نتيجة تآمر لعشرات من السنين. كيف يمكن أن ننسى حاضرنا بكل بيوت الله المعطلة من رسالتها، بكل منابرها الصامتة، بكل محاربها الخانعة؟ كيف يمكن أن ننسى حاضرنا بكل العمائم المأجورة والفتاوى المهجورة وبكل القرارات التي تعطي التبرير والتمرير لشرعية الكفر والظلم والاحتلال؟ كيف يمكن أن ننسى حاضرنا بصرخات الكون شقت سمع السماء ومن فيها فتجلجلت أبواب السماء وتقعقعت وملائكة الله على أبوابها تقول ربي الغيرة الغيرة والنصرة النصرة للأعراض المنتهكة والأطفال الرضع الذين يذبحون؟ كيف يمكن أن ننسى حاضرنا بكل صوره الرهيبة وبكل عتماته المخيمة وبكل المشردين والمعذبين والجوعى ومن هم في العراء؟ كيف يمكن أن ننسى حاضرنا بكل الحسد والبغضاء والكراهية التي دبت بين أبناء الأمة الواحدة متناسين أعداءها؟ إنهم إذا استطاعوا أن ينجحوا في أن ننسى التاريخ فإن الحاضر لا عذر لأحد أن ينساه أو أن يغيب عنه. أيها الإخوة، الكفر أراد بنا أو أراد منا أن نجهل أولا مراد الله منا، وثانيا مراد أعدائنا بنا أن نجهل. وانظر إلى التسلسل وأنا أرتب لك. التخريب في الابتداء للمعتقد والفكر سيؤدي إلى قبول نسيان الماضي والحاضر، سيؤدي هذا إلى أن نجهل مراد الله منا ومراد أعدائنا بنا، وهذا الذي يريدون الوصول إليه. مراد الله منا يتلخص في التالي أيها السادة: لا مانع البتة ولا خطأ مطلقا في أن يموت ثلاث أرباعنا وأن تصرف كل أموالنا لكي تبقى كلمة الله عزيزة وخلافة الله قائمة. كل الخير في ذلك ولا خسارة. فيا أيها القاعدون ويا أيها الصامتون ويا من فتحوا ملفات التبرير والتسويف، يا أيها الجبناء، يا أيها الرعاديد، يا من أتبعتم النفس هواها وتتمنون على الله الأمان وفي مجالسكم لا تذكروا إلا الجنان والحور، أي حمق أصابنا، أي جهل مركب ألم بنا حتى استطعنا أن نجهل مراد الله منا؟ ومراد الله بالعنوان العريض منا هو أن نقيم خلافته وأن نرفع رايته وأن ننصر شريعته وأن نتحرك في أفقاع الأرض بأموالنا وأنفسنا وأولادنا لكي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن دور الأديان إلى عدالة الإسلام. إن الله يريد منا أن نقيم شرعه، أن ننصب خيمة العدل على كل البشرية، أن نمد بساط المساواة، أن ننتصف للمظلوم من ظالمه والقوي عندنا ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف عندنا قوي حتى يؤخذ الحق له. إن الله يريد منا أن نتعبده على نهج الأنبياء وعلى خط الرسل. الدين في حياتنا أغلى من كل شيء، وإذا ما جاءت ساعة الاختيار على المساومة
بين الدنيا والآخرة، أو بين الحق والباطل، أو بين الحياة والموت. والحياة ذليلة والموت فيه عزة، فلا بد أن يكون الخيار بلا تردد. ونفس أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في دين الإله، وإن يشع يبارك على أوصال سلو ممسعي. ولست بمبتن للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. إن أعداءنا يريدون أولا أن ننسى مراد الله، فننشغل بالهامشيات، وننشغل بالتواتر، وننشغل بصور من التعبد كهنوتية، ننشغل بالأوصاف كالصلاة والصيام والحج والذكر وغيرها، وهذا وصف يستطيع أن يتلبس به حتى القسم، حتى المنافق، حتى الممثل، حتى الداعي. ولكن أراد منا أن ننسى وظيفتنا، والفرق بين الوصف والوظيفة كبير. وظيفتنا الجهاد، وظيفتنا الدعوة، وظيفتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظيفتنا النصح، وظيفتنا التذكير، وظيفتنا البلاغ، وظيفتنا النصرة الانطلاق. ومن قيود الذل نحقق الانعتاق، ولأسوار الكفر ننجح في الاختراق، ولهيب النار ننجو من الاحتراق. إن الله سبحانه وتعالى يريد منا أيها الإخوة أن نكون على الوظيفة والأوصاف، فإن فصلنا بينهما فأدينا هذا وضيعنا هذا، وهذا بمخطط الأعداء. فاحذروا قول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. والخزي قد حاق بأمتي وتلفت حولك، واعرف السبب إذا ب. وأرادوا أن نجهل مراد أعدائنا بنا. الكثير من أجيالنا لا يعرفون مخطط الأعداء، لا يعرفون ماذا ترمي إليه أمريكا من الهجمة الأخيرة، لا يعرفون أن اليهود لن يقر لهم قرار حتى يحققوا دولة التلمود المزعومة من الفرات إلى النيل، لا يعلمون بأنهم لن يدخروا أي وسيلة وسيستخدموا كل طريقة وعلى سياسة النفس الطويل إلى أن ينجحوا في تحقيق مرادهم بنا. أيها الإخوة، يجب أن نتابع مؤامرات الكافرين وتقلبات المجرمين ولقاءات الظالمين، ونعرف ماذا يراد بنا، ويكون هذا درسا يوميا يلقيه الأب على أسرته، ويلقيه الأستاذ على تلامذته، ويلقيه الشيخ على مستمعيه، ويلقيه رب العمل على عماله، ويلقيه الكبار والصغار على بعضهم، حتى لا نفجأ بظهور تطبيق لأحد المخططات ونحن نجهلها. ثم أيها الإخوة، أخيرا، يريد الكافرون منا أن نخطئ في اثنين: أن نخطئ في تحديد الهدف، وأن نخطئ في تحديد الوسيلة. الصورة صارت واضحة، انتبه الآن الناس. نعم، أعداؤنا أفسدوا المعتقد ففسد الفكر، أعداؤنا أنسون التاريخ الماضي ويريدون أن ينسون الحاضر وقد فعلنا، والدليل هذه اللامبالاة التي نشعر بها اتجاه إخواننا الذين يذبحون. وأعداؤنا أوصلونا إلى أن جهلنا مراد الله منا ومرادهم بنا. إذن لا بد من وقفة، ولا بد من مراجعة حساب. ولهؤلاء الذين استيقظوا قد أعد الكفر مخططا أخيرا، وهو إذا استيقظت الأمة، وإذا انتبهت، وإذا وجد من ينفضها نفسا حتى تنتبه القلوب من ركدة الغفلة، وحتى تبصر حقائق الأشياء كما هي. إذا نجحت الأمة أو جزء منها في الصحوة والاستيقاظ والانتباه، فهناك مخطط. الطاقات التي ظهرت يجب أن تخطئ في اثنين: اولا يجب ان يخطئوا في تحديد الغاية، ثم يجب ان يخطئوا في تحديد الوسيلة اذا لم يخطئوا في تحديد الغاية. اما تحديد الغاية، اسأل الطفل الصغير الان: ما هي غاية المسلم الحر الابي؟
في ظل تآمر كهذا وصورة كهذا تلقائيا سيقول تحديد غايتنا في الدنيا ان نعيد العزة لهذا الدين وان نزيل سلطان الكافرين وتأله المحتلين. صار الامر بسيط، الغاية واضحة، إقامة شرع الله من جديد على أساس من المواجهة والمجابهة والصراع والصدام والتحدي والتصدي والوقوف في وجه الصحف الكافرة، ثم نمضي إليها ونقول نغزوهم ولا يغزوننا حتى نحقق في الدنيا جنتنا عزة وكرامة ونحوز في الآخرة على جنة السماء. هذا محدد، فإذا استطاع البعض أن يحدد الوجهة الصحيحة، لأن البعض للأسف استيقظوا وانتبهوا ولكن اخطأوا في تحديد الغاية، فوجهوا الناس الى تزكية النفوس، الى التربية، الى الخلوات، الى الاذكار، الى الاوراد، الى الدعوة لذات الدعوة، الى الذكر لذات الذكر، الى العلم لذات العلم، فقط صل الجماعة والتزم واذكر وربي نفسك وانتهى الامر عند هذا. انهم اخطأوا الغاية، فكل هذه المذكورات ايها الاحبة ادوات مساعدة على ان تثقل النفس المسلمة وتنعتق من خوفها وذلها وترتبط بربها لكي تسعى لتحقيق الغاية. فالذكر والتربية والتزكية والعلم والجهد والتذكير والبلاغ، كل هذه قنوات مساعدة على ان تصفو القلوب وتستقيم الافكار وتثبت الاقدام حتى ينطلق الناس لتحقيق الغاية. اما البعض وللاسف على كواخ الوعظ يجلسون في مراكز الصدارة للامة في دينها يتصدرون، جعلوا هذه القنوات غاية بذاتها فاخطأوا. البعض الاخر حدد الغاية وقفز اليها مباشرة واقام الناس عليها. يأتي دور الكفر لكي نخطئ في تحديد الوسيلة. واسمعوا الى هذه القصة الثابتة لكي تفهموا ما معنى الخطأ في تحديد الوسيلة. حينما هاجم الفرنسيون مصر بقيادة نابليون، اجتمع شيوخ الازهر في الازهر وفتحوا صحيح البخاري وبدأوا يقرؤون فيه جميعا مجتمعين على نية التبرك لعل الله بقراءة البخاري يرد عنهم زحوف الفرنسيين. وكلما قرأوا بابا اقترب الاعداء من الديار، وكلما قرأوا حديثا زائدا يجد ان الخطى نحوهم تتسارع، حتى فوجئوا بانهم قرأوا غالب الصحيح واذا بالفرنسيين في عقر البحر. واول من اوقعوا بهم القتل والخس والاذلال هم شيوخ الازهر في حينها، قبل ان يصل الفرنسيون الى ابواب مصر. دخل شاب صغير السن ورأى الشيوخ بعمائمهم ولحاهم يقرؤون البخاري ويهز الأجساد، قال ماذا تفعلون؟ قالوا نقرأ البخاري لعل الله يرد بقراءته عنا زحف الأعداء. قال إن الذي يرد زحف الأعداء ليس قراءة البخاري، إنما العمل بأحاديثه، ليست القراءة إنما العمل بأحاديثه. أوليس في البخاري الدعوة إلى الجهاد؟ أوليس في البخاري الدفاع عن الحرمات؟ أوليس في البخاري وجوب النصرة والنصرة؟ أوليس في البخاري رسم ملامح الأمة الصامدة المنطلقة نحو أعدائها؟ بلى. إذن أخطأوا الوسيلة، بدل من أن يعملوا بأحاديث البخاري اكتفوا بالقراءة أيها الإخوة. واضحكني وانا في كل جراح الدامية ضحك حينما بلغني ان رجلا من الاكابر من اكابر الاولياء قد جمع حوله الجموع والاعداد وجلسوا يقرؤون سورة الزلزلة لعل الله يزلزل الارض على اليهود، وان البعض الاخر جلس يسحب اوراد. يا لطيف يا لطيف
لعل الله يلطف بالأمة. ما من مرحلة أيها الإخوة كالمرحلة الأخيرة التي نعيشها، كثر فيها أصحاب الأفكار والأوراد وأصحاب هذه المناهج القاعدة. المرحلة هذه من أكثر وأكثر المراحل في وجود أمثال هؤلاء وكثرتهم، ولكنها أخطر مرحلة وأسوأها. لماذا؟ إنه الخطأ في الوسيلة أيها الأحباب. غاية كهذه وسيلتها محددة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الوسيلة محددة أيها السادة، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الوسيلة محددة أيها السادة، أيها الأحرار، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن الوسيلة محددة أيها الأخوة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر. الوسيلة محددة أيها الأخوة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. أما أن تكون وسيلتنا مباريات كرة القدم في مسابقات كأس العالم، أما أن أرى رؤوس شبابنا وعقولهم تتدحرج مع الكرة في ملاعب الكافرين ويختل عندهم عقيدة الولاء والبراء حينما يوال فرقا ويعاد فرقا على اساس من الكفر والعبث والتيه والتغامر، حينما ارى افراد امتي وشبابها بل شيبها بل النساء يسارعون الى البيوت والى الملاعب يتابعون المباريات والمسابقات ويغفل عن فلسطين وجراحها، فاعلموا باننا اخطأنا الوسيلة ونسينا الغاية. ايها الاخوة، كنت اتمنى انني اذا دخلت الى جمع من الناس اراهم قد تحرك الاحساس فيتكلمون عن اليهود وهجمة اليهود على جنين، ثم الان على رام الله وعلى ما يفعل باعدائنا وعلى هذا الدفاع القوي المستمر من الفلسطينيين العزل حتى نتعلم دروس الرجولة والكرامة. كنت اتمنى ان ادخل مرة واحدة على بعض هذه اللقاءات والجموع والناس في معاملهم في محافلهم في لقاءاتهم فاراهم يتكلمون عن هذا الموضوع، ولكن ما دخلت مكان الا ورأيت الاحاديث بعيدة بعيدة عن هذا. حتى ومنذ فترة سررت جدا حينما رأيت جمعا من كبار السن يتكلمون وفي دولة عربية اخرى يتكلمون بلهفة عن الهجوم العنيف الذي قبل بدفاع مستمر، فقلت ما شاء الله اظنهم اليهود هم المهاجمون والفلسطينيون هم المدافعون، قالوا لا، انه هجوم المانيا على مرمى السعودية، فحققوا 8 أهداف رغم الدفاع المستمر حتى يخرج حاكمهم وينسى فلسطين ويقول عن هذه الخسارة بأنها كبوة فارس لا بد من بعدها جولات. أي سفاحة هذه، أي تيز، أي ضياع أيها السادة. شبابنا شبابنا، يا من تدحرجت عقولكم مع الكرة، يا من اختل نظام الولاء والبراء عندكم، تذكروا بأن هناك شباب مثلكم ولكن يلعبون بغير الطريقة، إنهم يلعبون بنفس الرؤوس ولكن في العمل الاستجهادي، إنهم يلعبون بأجسادهم بدمائهم، يلعبون بزهرة الشباب الرضية النضية في ملاعب اليهود، يفجرونها ويحقق الهدف بعد الهدف دون أن توقفهم صفارة حكم منحاز.
ايها السادة يا شبابنا، ان الكرات في هذا الزمان يجب ان تكون الرؤوس تتطاير في سبيل الله، وغير ذلك فانتم حمقى ونوكى ويعبث بكم، وما انتم الا حطب جاهز للهيب النار. ايها السادة، اننا نريد ان نعي الحقيقة وان نفهم الامر وان ننجو من هذا العبث. واقارن بين ملايين الشباب تخمروا يتابعون حركة الكرة بارجل كافرة طالما ركلتهم وركلت امتهم في خاصرتها، وطالما هذه الاقدام التي تشجعونها وطأت ارضكم في الزمان محتلة وتطأ الان اخوانكم في كل مكان، تلك التي تناصرونها على كفرها. وازنت بين اولئك الشباب وبين الشاب الذي لم يتجاوز 15 من عمره ونفذ العملية الاستشهادية بتحريض من امه وبدفع منها الى ساحل وغالة، وقارنت بين الامهات في الصورتين وبين الشباب في الحالتين، وقلت اخاطب ذاك الشاب الذي لم تنبت بعد لحيته ولم يظهر الشعر في وجنتيه، قلت له لاشلاء جسمك حق علي اقبل بالقلب شعرا فتيا تناما على اللحية الطاهرة، اكبر في قدميك الاصابع تمشي الى حينها هادرة، اقبل رأسا شهيدا جميلا وعينين لو رنتان العذارى لكانت هي اللفتة الاخرة، ولكن هما اختارت الاخرة، اقبل كفا تصب الزؤام على اوجه فضة كافرة وحوش بتلمودها كافرة، اقبل قلبك حيث تمكن دين متين ولجة ايمانك الزافرة، اقبله قلبك فهو تيقن ان الحياة التي كبلتني وغيري من المدعين المساكين ليست سوى رحلة عابرة، اجل اثياب ثوب حماك رضيعا ضعيفا من البرد والهاجرة، اعظم اذيال ثوب لك ارضعتك اليقين وفارقت مهجتها الصابرة، اقبل رحمك اقبل اسمك، جرحك يحرج مثلي من الفارغين ويحرج عمان والشام والقاهرة وحشود الملاعب وكل شباب الكرات الطائرة. وما كنت جيشا وفقت الجيوش سخرت من الدرع والطائرة وأزريت بالرتب الطاهرة، أقبل 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 يكفي فقد جاء دورك، قبل أنت الآن من الحور ما شاء ربك فهو الكريم وأنت الشهيد، ونحن هنا في الملاعب وفي كل مكان أمة خاسرة. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإن المولى سبحانه وتعالى يقول محذرا منذرا مذكرا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واعلموا ان الله امركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان وعن معهم يا رب آمين آمين. إني داع فأمنون. اللهم غياث المستغيثين ظهير اللاجئين نصير المستضعفين دليل الحائرين أمل المذنبين غاية الراجين سند الضعفاء كنز الفقراء. أسألك خالقي ومولاي أن ترد هذه الأمة إلى رحاب دينها ردا جميلا. اللهم رد شبابنا إلى إسلامهم ردا جميلا. اللهم رد فتياتنا إلى العفاف ردا جميلا. اللهم رد أطفالنا إلى محاضن التربية المسجدية ردا جميلا. اللهم رد أسرنا إلى رحاب الهدى والإيمان. اللهم رد علماءنا إلى الحق ورد حكامنا إلى شرعك ودينك وهداك. اللهم وأصلح بين الجميع، أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعلنا وإياهم إخوانا متحابين تحت رايات رضاك. اللهم خالقنا إلهنا موئلنا سندنا يا أرحم الراحمين ندعوك بآهات اليتامى ندعوك بزفرات الأيامى نتوسل إليك بدموع الصغار المشردين نلجأ إليك بأنين العفاف ينتهك في كل مكان. اللهم من لها سواك ربنا الأقصى يناديك المسرى يناديك ذرات التراب تناديك جراح أطفالنا تناديك أجساد شهدائنا تناديك دماؤنا المهدر ظلما تناديك الكون بمن فيه يناديك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. قال ليل الكافرين تعاظم كيد المشركين أرادوا بعبادك قتلا وبدلوتك هدما وبقرآنك تمزيقا وبمقدساتك تدليسا. فمن يغار إن لم تغار من يغار إن لم تغار يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله جد الخير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. اللهم عليك بأمريكا عليك بأمريكا عليك بأذناب أمريكا عليك بأعوانها عليك بأنصارها عليك بكلابها عليك بجنودها. اللهم عليك باليهود اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا وشتتهم تشديدا واجعل ما بين ايديهم غنيمة للمسلمين. ايدي المسلمين في كل مكان ثبت المرابطين ثبت رمي المجاهدين فك سراح المأسورين واجعلنا انصارا لهم في كل مكان وعجل لنا بشهادة في سبيلك يا الله. اللهم افتح اطفالنا حتى يكونوا أشبال الغد وأصلح أشبالنا حتى يكونوا رجال اليوم. اللهم اجعلنا نمضي على هدى منك وبصيرة حتى نحقق الغاية ونرفع الراية وننصر الدين ونرفع اللواء. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكنا ومليك كل شيء نسألك نصرتك فعجل بها لا اعتراضا على حكمتك. اللهم انا نسألك ان تحرك جنودك. اللهم حرك جنودك. اللهم حرك جنودك. فان الامة غافية ايقظها من صباطها احيها من موتها
املأ القلوب قوة وفطوة ورجولة وشجاعة. يا رب يا رب خالقي الهي مولئي، نعلم اننا لسنا اهلا للدعاء، كثرت ذنوبنا يا رب، تعاظمت الخطايا، طال زمن التقصير، كبر ملف التبرير يا رب، ولكن ما نحن فيه لم يوقف نفس الجراح. اخواننا يقتلون، اطفالنا يذبحون، نساؤنا تنتهك اعراضهن، يحرق احياء في المساجد يا رب يا رب يا رب. ما عاد لهم سواك، ما عاد لهم غيرك، ما عاد لهم غيرك، ما عاد لهم غيرك، ما عاد لهم غيرك. افتح ابواب السماء، ارسل جبريل ومن معه، وليهتز عرشك غضبا يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار. من لها سواك يا رب، دمر جيوش الكافرين، حطم بنيان الظالمين، اشعل مصباح الهدى، ثبت قلوب الاحرار، حرك جنودك التي لا يعلمها الا انت. الهي اقبلنا على ما فينا، واجعلنا نصرة لاخواننا، احفظ بلادنا من شر الاعداء والاسواء والادواء، اجعل بلادنا في حرزك وامانك، اجعل ارضنا منطلق جيوش الفتح، اجعل هذه البلاد محضن جيش الملحمة. حرك كسائبها، حرك مواكبها، حرك سراياها، حرك سراياها وهتافها. الله اكبر يا رب يا رب. وحقك انا جاهزون، وللموت في سبيلك مستعدون. اقبل اشلاءنا، اقبل دماءنا، اقبل اموالنا، اقبل اطفالنا، واجعلنا حربا على الكافرين، واسحق بايدينا جيوش المحتلين، وارزقنا صلاة في الاقصى قبل الممات، وعجل لنا بشهادة عند اسواره يا رب. الهي لسنا اهلا للدعاء، ولكنك اهل للاجابة. خل المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.